إن شاء الله دائما بتكون مستمرة، تحديدا في ظل الوضع يلي إحنا عم بنعيشه إلى جانب طبعا الاحتلال صحيح. جائحة كورونا يلي عم بنمرق فيها. صحيح، يعني كان هناك بالأمس الحديث جدل يعني حول موضوع إظهار هذه المظاهر من المفرقعات، من حتى يعني الخروج بالسيارات. كنا نتناقش أنا وداليا إنه كيف إحنا كفلسطينيين بنعبر عن هذه المظاهر اللي ممكن تكون مزعجة لكثير من الناس. على كل حال هذه المظاهر هي ليست حكرا عن الفلسطينيين، كل الناس لما بتنبسط بيعملوا مفرقعات، بيطلعوا في السيارات وبيظهروا هذا الفرح، لكن دائما احنا بنحاول نقول انه لازم نكون حريصين، بمعنى انه بالامس كان هناك كثير ناس تضرروا من المفرقعات اللي بتم اطلاقها بدون خبره، بدون معرفه، بدون درايه، من خلال اطفال بدون حذر. مزبوط. وهذا الشيء اللي احنا ما بدنا اياه يصير. وكمان السيارات، يعني الناس اللي عم تمشي بالسيارات امبارح برضو تم القاء القبض على كثير من الناس اللي هم عم بخوفوا الناس وبأذوهم في الشوارع. بالضبط، اكيد. الى جانب هذا الموضوع على حابه انوه كمان، في اكيد رح يصير في عندنا شويه هيك احتفالات، يمكن تقتصر على عدد معين ولكن رح تكون في احتفالات اكيد. يعني احنا مع هاي الفرحه اللي دائما بننتظرها لابنائنا بننتظر كمان الاحتفالات. بما أنه إحنا عم بنمر زي ما ذكرت بالبداية بجائحة كورونا، فبحب أنوه بدورنا إحنا طبعا الإعلام الرسمي على أهمية التباعد، على أهمية كمان الوقاية والكمامات والقفازات اللي دائما لازم ويجب علينا ارتدائهم لحتى نحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا ونحمي كل المحيطين فينا. صحيح، كمان نحكي لكل اللي لم يحلفهم الحظ، التوجيهي احنا رغم انه بنحاول دائما انه نخفف من هذا التوتر وهذا الالتمام حول هذه، يعني انه ما تكون ظاهره، لكن يعني لساتها بتضل فرحه التوجيهي شيء ثاني، بس بنقول انه الحياه طويله، فيها كثير من المحطات، التوجيهي فقط مرحله. الإنسان اللي في كتير ناس فشلوا في التوجيه، ما نجحوا لكن قدموا وعادوا أو نجحوا في مجالات مختلفة. بالضبط، في ناس كمان عندهم صناعات مختلفة. على في هذا الفيديو اللي عم بنشاهده مباشرة على الشاشة لصبية نجحت بالأمس في التوجيه بعلامة متفوقة، ووالدها للأسف كان مصاب بكورونا، بفيروس كورونا، وكان ينظر إليها من الشباك وما قدر يحضنها. يعني هذه لحظة مؤثرة بالفعل. قديش صعب، هو انتشر امبارح بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا فرحة للأهل، وإن شاء الله أكيد الله يشفيك يعني ويشفي كل المصابين، وإن شاء الله بنتوقف إحنا عن خلص زيادة عدد الإصابات بكفي. لازم نلتزم كمان. صح، يعني في هذا الظرف بنتذكر الأطفال الشباب والصبايا اللي نجحوا في التوجيه وأهليهم أو آبائهم في سجون الاحتلال، أسرى في سجون الاحتلال أيضا انحرموا من هذا الحضن. في هذه المناسبة نرجو لهم كل التحية، من بارك لهم، وإن شاء الله يعني بتنجمعوا على خير وبالإفراج عن أسرانا البواسل. نعم، إذا أكيد اليوم زي ما نوهنا بالبداية رح نروح لنابلس، الخليل، بيت لحم، وأيضا القدس. رح تكون معنا سارة إدريس يلي حصلت على معدل 99.10. وشفتي هذا الفيديو ما أحلى ألا؟ كثير مؤثر، هذا كثير مؤثر، يعني قدي الأهل فرحانين بابنهم رائع. هذا الشاب جاب 93.2، احنا مش مهم عندنا الاعشار، المهم انه فوق التسعينات، وكان يحكي مع مدرسته يمكن، واعطوه العلامه ودغري خلص هيك. صحيح. مظاهر الفرح عمت في البيت. يعني انا بدي اقول كمان انه كل الطلاب اللي كانوا متوقعين علامات وفرقت معهم مثلا علامه او عشر برضه ما يتاثروا، لانه كمان الحياه ما رح توقف على عشر طبعا. واحيانا كثير هذه بتكون فرصه انهم يجربوا شيء مختلف او يدخلوا تخصص مختلف، لانه كمان التخصصات مش دائما يعني بتكون نفسها اللي احنا بدنا اياها ايام المدرسه. بالضبط، هذا الموضوع اللي رح نتطرق له اليوم مع دكتور محمد بشارات. صحيح. عن موضوع اختيار التخصص يلي احنا دائما هيك بنلحق شغفنا، ولكن احنا بصراحه بهذا الوضع تحديدا ممكن نروح لاكثر شيء بيتطلبه سوق العمل. صحيح. انت واجهتي صعوبه الا باختيارك للتخصص لما تخرجتي من التوجيه؟ انا بقول لك هذا الشيء لانه انا يعني كان توجهي علمي ودخلت يعني على هذا الاساس، دخلت كليه علوم، لكن لاحقا اكتشفت اني انا بحب الاعلام وحولت
من كلية لأخرى، فهذا كمان بخلي في الجامعة في فرص مختلفة وأفاق مختلفة، ممكن الإنسان يأخذ مواد من كليات مختلفة وبالتالي يشوف وين هو أكثر شيء بحبه، وين ممكن يتميز وينجح فيه، لأنه الإنسان لما بحب مادة بيقدر يدرسها بالزبط. وبيقدر ينجح فيها ويتميز فيها. في كتير طلاب بيروحوا لتوجهات سوق العمل، وهذا يعني مش خطأ في بعض الأحيان إذا كان هو راغب بهذا التخصص، لكن كمان ما حدا يروح يدرس تخصص عشان أبوه بده هيك أو عشان حدا تاني ضغط عليه أو عشان بس يشتغل فيه. بالضبط هذا الكلام اللي كنت جاي أحكيه، إنه إحنا الصورة النمطية عنا دائما أو التخصصات يلي مرغوب من الأهل إنه أبنائهم يدرسوها يلي هي ممكن الطب والهندسة والمحاماة، على إنه يسبق اسمك اسم دكتور أو مهندس. ولكن أحيانا الطلبة ممكن يبدعوا بتخصصات مختلفة، زينا مثلا مبدعين بالإعلام إن شاء الله إن شاء الله أكيد. ولكن يعني بالفعل ما نلجأ لهاي الصورة النمطية إنه إحنا لازم نكون أطباء أو مهندسين أو محاميين أو يعني تخصصات الزخمة. المفروض إنه الطالب يعني يتبع حدسه وشغفه بهذا الموضوع. صحيح. على كل حال، عشان ذكرتي قبل قليل داليا موضوع الاحتفالات، يعني احنا دائما بنقول يا ريت لو بنقدر نأجل هاي الاحتفالات، الفرحه تكون مقتصره على العائله بشكل ضيق، كمان مع اذا كان في اي حدا بيجي من برا يكون اجراءات وقائيه تباعد اجتماعي. ما بدنا نقول ما نفرح، بس نفرح ونضلنا حريصين، لانه كمان ما زالت اعداد الاصابات عم تتزايد، وكمان للأسف الوفيات. بالأمس يعني سيدة خمسينية في محافظة الخليل توفيت بسبب فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 36 حالة. أكيد. وإذا بدي أتحدث عن هيك ما قبل العلامات، كان في زي تذمر من بعض الطلبة على امتحانات الرياضيات والفيزياء، قديش كان صعب الموضوع، ولكن الظاهر أنه كانوا هم أول شيء مجتهدين، هذا أكيد، والعلامات وضحت مبارح قديش كانوا الطلبة مجتهدين. ويمكن وزارة التربية والتعليم ممكن تكون أنها تساهلت معهم شوي، لأنها بالفعل اعترفوا يمكن أنه كان في هناك صعوبة ببعض الامتحانات. صحيح. يعني بدنا نقول أنه كان في فترة مثل ما حكينا في فترة بسبب كورونا، صح كان فيها ضغط وتوتر بسبب انه يعني ما في دراسه، ما في توجه للمدارس، لكن كانت فرصه بالنسبه لاخرين بانهم يرجعوا يراجعوا الماده، كمان حذف بعض المواد. بس بدي اسالك سؤال، دائما في المدارس بيكون هذا الطالب الشاطر اللي بيقول لا انا ما درست او خبصت في الامتحان وبطلع وجايب اعلى علامه. ذكرتيني بطالب معانا كان بالتوجيهي، بعرفش شيء عن الامتحان، كيف قدمت مش عارف كيف، يكون اول علامه جايب هو امبارح. كثير طبعا الله يوفقه، هو ما شاء الله عنه هلا برا البلاد، بس كمان وصل لمراتب عليا. بس انا احكي لك التحليل النفسي لهذا الشيء قراته امبارح، انه دائما الشطار بقارنوا حالهم بالكمال، يعني انه انا بدي العلامه الكامله، فبضلهم خايفين انه هم يمكن ما يحققوا هذا الشيء، وبالتالي بيحكوا هذا الشيء. او في منهم بالعماده خبيثين بالعماده ممكن يحكوا هيك. امبارح كثير من النشطاء تداول بعض الفيديوهات للطلب اللي كانوا يعيطوا وقت الامتحانات وانهم حققوا علامات عاليه جدا، او اللي كانوا يقولوا يا رب بس ننجح، لكنهم جابوا بالتسعينات. اكيد. وبنتمنى دائما النجاح للجميع. اللي ما حالفهم الحظ وهم عدد قليل يمكن كان امبارح، ما في يأس أكيد مع الحياة، إحنا دائما هيك بنوقع بلحظة يأس، ولكن توجيهي بدي أحكي إنه مش مقياس بصراحة. لا صح. في كتير من الناس يلي جابوا بالتسعينات وبالآخر يمكن ما كملوا جمعات، أو حتى كملوا جمعات وما توظفوا. التوجيهي مش مقياس، في بعض الصنعات والحرف والمهن ممكن تكون مبدع أنت فيها أكتر من إنك تأخذ شهادة جامعية صحيح بكالوريوس أو حتى ماجستير. يعني بالفعل، وفي توجه كمان للطلب يعني على التعليم المهني، وقديه كمان هدول الناس يعني لهم مستقبل، وما ما بيقل أبدا عن التعليم الأكاديمي. بدي أقول إلى جانب ذلك، المعدلات للتخصصات أيضا انتبهنا أنه هي أقل من السنوات الماضية، صح، خاصة في مجالات الطب على سبيل المثال، وهذا بيدل على قديش أنه إحنا كمان بحاجة لكوادر طبية، وأنه في متغيرات دائما في الحياة بتفرض معطيات مختلفة زي جائحة كورونا والحاجة إلى كوادر طبية. فبالتالي هلا
هلأ عم نشوف أنه إحنا بدنا تخصصات في المجال الطبي وكمان التمريض، وهذا بدل كمان على أنه الجامعات أيضا تساهلت مع الطلبة هذا العام تحديدا يمكن معدلاتها اللي دائما بتطلبها عالية. صحيح. يمكن هاي السنة كان في تساهل. بدي أسألك، بتأمني بالحظ في هذا الموضوع؟ أنه يعني الناس مثلا بتقول أنا حظي مش حلو لو أني قدمت هاي السنة كان مثلا دخلت التخصص الفلاني أو يعني شوفي كل شخص بيسعى له نصيبه من الحياة زي ما بيقولي لكل مجتهد نصيب، ولكن في بعض الحظ يعني بالموضوع في حظ. أكيد في يعني حظ. حتى كمان الناس اللي مثلا زي مارك مؤسس الفيسبوك وكمان ستيف جوبز أعتقد اللي قالوا إنه إحنا محظوظين، إحنا مش بس تعبنا إحنا محظوظين لأنه كانت ظروف حياتنا مثلا سهلة، أنا كنت أشتغل بس مش مضطر مثلا أصرف على عائلتي، وبالتالي إحنا كلنا فينا في حظ في الحياة، وبالتالي لازم نشوف هذا الجانب الإيجابي من حياتنا عشان نقدر نكمل. والحظ هو دائما وجود الفرصة مع الجهوزية، يعني إنه لما تيجي الفرصة أنت لازم تكون جاهز ومستعد ومحضر حالك، وبالتالي هذا بيعني المثابرة وأنك تشتغل على حالك طوال الوقت. هذا لا يعني أنك تركن على حظك، إحنا أكيد لازم نآمن بحظوظنا، ولكن مش إنه نركن على الحظ، أنا محظوظ يعني خلاص نجحت أكيد. كمان أنا بدي أنوه إنه رح يكون معنا اليوم مباشر من غزة والصبية يلي نجحت مبارح، يعني ما شاء الله عنهم البنات والشباب امبارح رفعوا راسنا وراس فلسطين، وبصراحه كنا بحاجه لهي الفرحه من زمان، يعني صار لنا يمكن من شهر من مطلع اذار الماضي. صحيح. واحنا هيك خليني احكيها بالعاميه مكبوتين شوي، كنا بحاجه لهيك نوع من الافراح، وفرحه النجاح دائما بصراحه غير. صح، شفنا هاي المظاهر في غزة بالامس يعني بالرقص والضحيه وكمان حتى بعض الطالبات اللي هم حققوا نجاح كبير، نسيت الاسم بصراحة لوحدة، طالبة حصلت على منحة من جامعة عمان الأهلية حصولها على معدل 99 في غزة. إيمان. إيمان أعتقد. ولأنها يعني في ظل ظروف صعبة بالزبط. جدا جدا في قطاع غزة تقدمت جامعة عمان الأهلية بهذه المنحة إلها. على كل حال هذا الموضوع موضوع المنح كمان رح نناقشه في برنامجنا الصباحي غدا إن شاء الله مع وزارة التربية والتعليم العالي، لأنه كثير من الناس المتفوقين الطلبة المتفوقين اللي حصلوا على علامات عالية لكن ما عندهم القدرة المادية لإكمال تعليمهم في تخصصات ربما يعني مرتفعة مرتفع سعرها، أو حتى كمان يعني الحد الأدنى من يعني هذا أكيد هذا أنت محضرة لبكرة من هلأ عندك مواضيع لبكرة ممتاز. كمان رح تكون معنا القدس و زميلتنا كريستين الرناوي، ولكن الآن خلينا ننتقل للموضوع الأساسي بحلقتنا لليوم وهو عن اختيار تخصصنا الجامعي. دائما بيكون في توتر ما بعد التوجيهي ومرحلة الثانوية العامة باختصاص هذا أو باختيار هذا التخصص، كونه إحنا دائما بنعتبر إنه هو تخصص مصيري رح يرسم لنا المستقبل. ألا نعم، خلينا نرحب بضيفنا اللي بنضم لنا من استودياتنا في نابلس الدكتور محمد بشارات المختص في التنمية البشرية. سعد صباحك. يسعد صباحك علاء وداليا وصباح كل مشاهدينكم الكرام. أهلا وسهلا فيك دكتور. طيب دكتور، السؤال الأبرز في هذه المحطة، كيف نختار التخصص الجامعي المناسب لنا؟ يعني هذا السؤال الأهم اليوم خصوصا لطلاب الثانوية، إذا بعد إذنك تسمحي لي أبارك أول شيء لكل طلابنا الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم، إن شاء الله أنه يعني مزيد من النجاح في هاي المرحلة. بصراحة موضوع التخصص الجامعي داليا و يعني خلينا نقول من أهم المواضيع اللي ممكن من خلالها نختار حياتنا، لأنه بالنهاية تخصصك الجامعي اليوم بات بيحدد مصيرك في الوظيفة ابتداء أو حتى مصيرك على مستوى نوع أو شكل الحياة اللي أنت راح تختارها، لأنه بالنهاية بالأغلب هذا التخصص الجامعي راح يلعب دور كتير كبير في دخلك، دور كتير كبير في وضعك الاجتماعي وفي علاقاتك مع المحيط. مشان هيك دائما إحنا بنركز حسن اختيارك لتخصصك الجامعي كطالب ثانوية عامة هو بيؤدي إنك أنت كمان لحسن يعني تحسين حياتك وتحسين ظروفك الاجتماعية والحياتية. من أهم القضايا اللي دائما بنركز عليها لطلابنا إنه تخصصك الجامعي كمان لازم يرتبط دائما بنوع شخصيتك ونمطك، لأنه بالنهاية لما أنا بفكر باختيار تخصص الجامعي لازم أركز على شخصيتي وأركز على الشغف اللي أنا بطمح له، مع مراعاة وهي مهم كتير، مع مراعاة الواقع اللي أنا موجود فيه، بيئة العمل اللي أنا ببحث عنها والدخل المتوقع لإلي، لأنه كمان لابد أنه يكون هذا التخصص يتناسب مع دخل أنا ببحث عنه أو حتى مع واقع معيشي
بحب احسن حالي فيه، ما يكونش الطلب التخصص اللي عندي غير واقع وبعيد عن الواقع، لانه هي من مشاكلنا مع طلابنا، بيكون طموحاتهم مرات مبالغ فيها فبيصطدم بالواقع، فبتلاقيه ما بيختار تخصص يتناسب مع بيئته ومع واقعه، وهون بصير نوع من الصعوبة أو خلينا الصراع ما بينه وما بين الأهل، إني أنا بدي هذا التخصص والأهل بيقولوا له هذا مش واقعي، وهي إشكالية كثير بتصير في الأيام هاي، ومن امبارح الاتصالات كلها متراكمة، لا أنا بدي هذا التخصص والأهل بيقولوا له مبالغ فيه ومستحيل يزبط معك وبزبطش في واقعنا، فمرات انعدام الواقعي في بعض الأحيان عند أبنائنا وطلابنا في الثانوية العامة بيؤدي يكون عندهم نوع من التوتر والقلق في هاي المرحلة بصراحة. بالضبط، بما أنه دكتور محمد التخصص الجامعي هو المفتاح الرئيسي لمستقبلنا الوظيفي و حياتنا بالمستقبل، لابد من اختيار أسس ومعايير تحديدا في الآونة الأخيرة يلي احنا عم بنعيشها، يلي في كتير ممكن من الطلبة غيروا منحى دراستهم في ظل الأجواء يلي عم بنعيشها، ويمكن التخصصات يلي ممكن تكون صارت معدومة مؤقتا في سوق العمل. التوجه لسوق العمل، كيف أنا ممكن أختار تخصصي الجامعي حسب نوعية سوق العمل يلي يمكن بتفرضه علي الحياة من فترة لأخرى؟ يعني هذا سؤال مهم جدا بصراحة. هون خلينا نبدأ بالقانون التالي، نبدأ بمعادلة رفق. معادلة رفق تبدأ بالعبارة الأولى: رغبة، فرصة، قدرة. أنا علشان أوائم خصوصا في ظل الوضع الكوروني خلينا نقول، وهذه الجائحة اللي بتغير كثير من فرص العمل واللي باتت حتى أوجد فرص عمل جديدة، فخلينا أفكر أول شيء بمعادلة رفق. أولا لازم يكون عندي رغبة عشان أنا أقدر أوصل لأي تخصص جامعي، لازم يكون عندي الرغبة وحكينا الشغف اتجاه هذا التخصص. رقم اثنين لازم يكون في فرصة، وهي النقطة الأهم، لأنه بالنهاية لازم أعمل موائمة بين سوق العمل اللي موجود والظروف الجديدة اللي بيكون الواقع اليوم عليها. أنا يعني آخر الدراسات بتأكد على أنه فرص عمل أصبحت تكون جديدة اليوم، وفي باتت عندنا وظائف جديدة، وكمان زي ما تفضلتي في وظائف تم اندثارها، بمعنى آخر أنه في وظائف ما رح تكون موجودة في السنوات القادمة خصوصا في الخمس سنوات القادمة. فمشان هيك مهم أني أفكر بالفرصة، فرصة العمل اللي مرتبطة بمعيار، معيار رقم واحد فرصة العمل تكون واقعية، فرصة العمل بتأدي لي لدخل أفضل، وكمان تكون تتناسب مع ظروفنا الحياتية والمعيشية في البلد اللي أنا بدي أعيش فيه. في النهاية بدي أفكر دائما بفرصة تأدي لدخل بحسن معيشتي، وهي مهمة جدا. أهم نقطة بصراحة قضية القدرة، والقدرة مرتبطة بمعيارين داليا، معيار الأول شخصيتي ابتداء، وثم قدراتي الذهنية والفكرية والدراسية. يعني بمعنى آخر أنا عندي قدرات مثلا في الرياضيات، فأنا موضوع البرمجة والحاسوب وموضوع القضايا المتعلقة بالتفكير والتحليل هذا خيار من خياراتي، لكن أنا ما عنديش قدرة مثلا بالحفظ، فبدي أتغلب مثلا في تخصص الطب أو التخصصات المتعلقة في القانون، فموضوع الحفظ هون قدرات شخصية كثير مهم أركز عليها، حتى ما يصير النقطة اللي تفضلت فيها وهي نقطة كثير خطيرة بصراحة، إنه أكثر من 25% من طلابنا وحسب أغلب الدراسات بيغير تخصصه الجامعي في الفصل الأول أو الفصل الثاني. صحيح. بمعنى زمن ووقت ومال ممكن يضيع عليه، فهون إحنا بنقول لا اعمل موائمة. طيب دكتور محمد، يعني على هذا الموضوع وهذه النقطة تحديدا، كيف ممكن نختصر هذا الوقت والجهد؟ كيف ممكن إحنا نعرف ذاتنا؟ أنا بعرف إنه بوصلوا الناس طلبة من بعد التوجيه إلى الجامعة وهم محتارين، بضلوا بالجامعة كمان محتارين، كيف نختصر هذه العملية بشكل مسبق؟ هل هناك امتحانات معينة أو هل هناك أسئلة ممكن نسألها لحالنا لحتى نعرف إيش توجهاتنا؟ أحسنتي. خلينا أقول أول شيء أنصح كل طلابنا اليوم بالتوجه لمقياس مهم جدا عالمي ودولي، ويقدم اليوم في كثير من المواقع بشكل مجاني، اسمه مقياس هيرمان لتخصصك الجامعي، وهذا مقياس يعتبر المقاييس الدولية اللي بتساعد الطالب في التخصص الجامعي الأمثل أو الأفضل له، واللي بيركز بصراحة هذا الاختبار على القدرات والمهارات والرغبات، وهذا الاختبار بيساعد الطلاب إنه يحدد بالضبط المسار الدراسي اللي هو بده إياه. فإذا إحنا ننصح بأول حاجة مقياس هيرمان الدولي اللي هو يقدم مجانا في العديد من المواقع، واليوم الحمد لله في مجموعة من الجامعات الفلسطينية على مواقعها بتقدم هذا المقياس بشكل مجاني، حتى تقدر تساعد الطلاب في تحديد تخصص أمثل أو أنسب يتناسب مع قدراته ومهاراته. نقطة كتير مهمة بصراحة كمان ومعايير لازم يركز عليها الطالب، أولا لازم ينظر هو حقيقة في طبيعة شخصيته، طبيعة الشخصية تلعب دور
كثير كبير في اختيار التخصص. رقم اثنين لازم يكون واقعي، وهي نقطة كثير مهمة بالنسبة لك، واحنا كمختصين بنوجه طلابنا، الواقعية مرتبطة بطريقة اختيارك. أعطي هون مثال وقصة بسيطة لأحد الطلاب. في عندنا أحد الطلاب كان عنده رغبة إنه يتعلم، وهذا من القصص اللي ممكن نتعلم منها، وليس بالضرورة أن تكون يعني مثال للكل، ولكن الفكرة اللي بدي أوصلها إنه كان في طلاب، طالب من الطلاب ومن الطلاب اللي كان بيجي براجعوني: دكتور أنا بدي أدرس طيران، وكنت أسأله الطيران تجاري، طب طيران، طب هل هذا يتناسب مع واقعنا؟ طب وين بدك تشتغل؟ هذا شغلك راح يكون برا. دكتور طيران برا ولا خلي. طب سألته أنت بتعرف قديش أقساط الجامعية للطيران؟ أنت بتعرف إنه أنت سنتين نظريات وسنتين عمليات؟ بتعرف إنه السنة الثالثة والرابعة بتكلفك 52,000 يورو فقط طلعات طيران عشان تدفع؟ فوقفوا بهت لا كثير. فهم مرات رغبة الطالب ما بتكون بواقع يتناسب مع ظروفه المادية بصراحة. لذلك كمان النصائح المهمة جدا الذهاب إلى الفرص والمنح الممولة، وهي نقطة كثير لازم تساعد الطلاب حتى يكون كمان يتراق يعني يتوائم مع واقعنا اللي موجود. بالضبط. دكتور محمد، بما أنك تحدثت عن الواقعية، هناك بعض الطلبة واقعيين جدا، يمكن بيعتقدوا أنه أنا مبدع بمهارة معينة أكثر من أني أكون مبدع بالدراسة. خلينا نفرق ما بين الموهبة والمهارة و الدراسة ويعني الأشياء اللي بتحتاجها سوق العمل ممكن تكون موجودة كمهارة في هذا الشخص. يعني أنت حكيت نقطة كتير بتهمني بصراحة في واقع حياتنا الشبابية اليوم. أنا لازم أركز زي ما تفضلت على الموهبة والمهارة والقدرة. وهون أنا أعطي مثال، يعني مثلا أنا عندي موهبة بالرسم وبحب الرسم جدا، مش بالضرورة على فكرة أدرس جرافيك، لأنه ممكن مرات قدراتي تساعدني أدرس هندسة وتساعدني أدرس مثلا طب أو أدرس أي تخصص آخر. فدائما إذا لقيت أنا، وهذا مهم لطلابنا بصراحة، إذا لقيت تخصص يتناسب مع قدرتي ومهارتي وموهبتي وأنا عندي شغف توجه عليه تماما، أنا بحب الرسم جرافيك ديزاين وفي فرصة عمل، انطلق. لكن مش بالضرورة أنه دائما التخصص يتناسب مع موهبتي أو يتناسب مع القدرة اللي عندي، أو عفوا يتناسب مع الشغف اللي عندي. بمعنى أني أنا كمان بدي أكون واقعي، أنا اليوم الفرص العمل بتتحدث اليوم عن المحاسبين، عن الضرائب، المحاسبين الدوليين، عن الوسائط المتعددة، تتحدث عن الجرافيك، تتحدث عن الكمبيوتر، عن البرمجة. العالم اليوم رايح للتكنولوجيا أكثر، حتى في موضوع الطب رايح للتكنولوجيا يعني. فكمان لازم أركز على النقطة. اليوم هذا ممكن يكون مش مهارتي، يعني أنا مش مهارتي، لكن هون بدي أعمل موائمة إنه سوق العمل بفرض علي إني أركز على تخصص بدي يعمل لي دخل أفضل، فبروح بطور مهارتي هون وبدرس التخصص، وقد يتعارض مع موهبتي اللي هي الفن أو الرسم أو الموسيقى. أنا ما بسميه يتعارض، على العكس، اعمل موائمة، اشتغل على موهبتك وانت في تخصصك الجامعي، ما بيمنح يعني، ما يفكر الواحد انه التخصص الجامعي هو عبارة عن حبس دخل فيه، على العكس، هو تخصص الجامعي بيساعدك انك تكون واقعي، كمان تبحث عن دخل افضل، وكمان ركز على مواهبك، ما بعيبك يعني، ممكن تكون يعني موسيقار ومغني وانت بنفس الوقت تدرس طب. صحيح. وكثير من الناس شفناهم مهندسين ولاعبين كرة قدم في نفس الوقت. نعم دكتور محمد، في كثير من الطلبة للأسف بينظروا للشهادة الجامعية وأنها شهادة فقط من أجل الوظيفة، وكمان في جزء كبير ربما تحديدا من الفتيات اللي بنظر فقط انها شهاده، يعني انه ما في مخطط مهني او يعني البحث عن وظيفه في سوق العمل، وفي نوع من التشاؤم انه ما راح الاقي وظيفه الى اخره. بينما في اخرين ما عندهم مشكله انهم يغيروا تخصصهم حتى بعد سنوات، بنشوف ناس بعد سنين بيرجعوا على الجامعه بيدرسوا تخصص ثاني ماجستير، او حتى بيرجعوا بيعملوا بي اف موضوع مختلف. قد ايه مهم انه احنا نفكر بطريقه مختلفه عن هذا التعليم، انه هو مش بس شهاده، مش بس وظيفه، وانما شيء احنا بنضيفه لنفسنا وبغير طريقه تفكيرنا ونظرتنا للحياه. شوف النقطة الأولى جدا جدا خطيرة بصراحة. لا، الشهادة الجامعية مهمة جدا لطلابنا اليوم، والشهادة الجامعية صحيح هي مفتاح العمل بالحياة، لكن مهمة جدا. إشكالياتنا مع بعض الطلاب مش بس بتحدث عن الشهادة الجامعية، هو بيقول لك فيش فرصة عمل وممكن هلا أنزل أشتغل على الورش أحسن لي، وهذا مش صحيح. احنا اليوم نحتاج الى جيل متعلم، التعليم اصلا يعمل رادف لنا، ولا يعني انك تكون متعلم انك تشتغل بنفس التخصص، وهذا لا يعيب. اكثر من 40% من الناس الناجحين في حياتهم هم يعملون في غير تخصصاتهم، وهذا لا يعيبك. الشهاده الجامعيه هي بتعطيك عقل منفتح، بتعطيك علاقات، بتعطيك تواصل، الشهاده الجامعيه بتعطيك فرص افضل. فلما انت بتقدر اليوم، هاي هي رسالتنا لشبابنا، انك توائم ما بين قدرتك وفرصه العمل اللي موجوده وما بين شهادتك، انت بتكون فرصك اكثر والبحث عنك افضل بكون.
يكون. لكن وين مشكلتنا مع الشباب؟ انه ما بركز للاسف على اختيار تخصص امثل، ما بركز على انه يتوائم مع فرص ومع قدرات ومع رغبات، فبتلاقيه بدخل بهاي الصدمه ان انا معي شهاده. هون في ناس اكثر ذكاء بصراحه، انه هو بروح بغير تخصصه، بمعنى اني ممكن ادرس انا بكالوريوس اعلام واروح ماجستير له علاقه بالسياسه او ماجستير له علاقه في التخطيط او الاخراج، وهذا لا يعيبك، على العكس هذا اسمه ابتكار وابداع، لانه انت انتقالك من مكان الى مكان هو دليل تطور ودليل الشركات اليوم بتتطور، الشركات بتتغير والبيئات بتتغير والاشخاص كمان بتتغير ويتناسبوا مع هاي الاشياء. اذا انت ما كان عندك هاي الفكره وهذا التفكير ستخسر، لكن لازم نخرج من عقليه التقليد الى عقليه الابتكار. بالعكس هذا الشيء كثير بيوسع مدارك الانسان كمان، واحنا دائما هيك بنسمع انه كل 10 سنين لازم نغير الوظيفه لانها تصبح روتينيه. شكرا كثير لحضرتك دكتور محمد بشارات المتخصص في التنميه البشريه، شكرا لوجودك معنا، رسالتك اكيد مهمه لكل الطلبه بما انه الجامعات فتحت ابوابها والطلبه الان رح يباشروا في التسجيل، اكيد شكرا كثير لك. نعم مشاهدينا ننتقل الان الى غزه مباشره وزميلتنا هناك خوله الخالدي.